حول هذا الموضوع ينضم إلي سيد برهوم جرايسي، باحث ومحلل سياسي. أهلا بك أستاذ برهوم. الضحية الأولى لرفع الضرائب على المشروبات الخفيفة هم الفقراء، والفقراء ونصف الفقراء أو أكثر أو أقل من نصف الفقراء هم عرب. أي سياسة اقتصادية فعلا تمثل هذا الرفع في الضرائب؟ مساء الخير. بداية يعني كي نكون واضحين، علينا أن نعترف أن هذه مشروبات ومواد تندرج تحت مواد غذائية، ولكنها بالفعل هي كثرتها مضرة لجسم الإنسان، والعمل على لجم استهلاكها هو أمر صحي. يعني إحنا بنحكي في السياق الطبيعي. الأمر الذي عالجته اليوم في هذا المجال هو الجانب الاجتماعي الخفي الذي أظهرته أبحاث، وحتى منها ما عرض على اللجنة البرلمانية للشؤون المالية في الكنيست، وهو أن الشرائح الأكثر استهلاكا لهذه المواد هم الشرائح الفقيرة. وفي تحليل هو لأنه عمليا الإنسان وكل إنسان يبحث عن المذاقات والمذاق الحلو إلى آخره، وبالنسبة للشرائح الفقيرة هم يبحثون عن الأقل كلفة بموجب قدراتهم المالية. وللأسف فإن مثل هذه المشروبات التي استهلاكها الكثير مضر هو خيار لا مفر، كما جاء أيضا في تقريركم. نعم. حينما نتحدث عن الفقر في إسرائيل، الفقر له طابع قومي، وأنا أريد أن أضيف بعض المعطيات إذا سمحتم لي. فلسطينيو 48 يشكلون 18% من السكان، يعني من دون القدس المحتلة والجولان، ولكنهم يشكلون 45% على الأقل من الفقراء في إسرائيل. وليس هذا فقط، هم الأكثر عمقا بالفقر، وهذا بموجب تقارير مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية، معنى أن هذا باعترافهم هم. وهذا يظهر حينما يعملون حساب عائلات فقيرة ما قبل المخصصات الاجتماعية وبعد المخصصات الاجتماعية، نجد أن المخصصات الاجتماعية تنتشل 45% من الفقراء اليهود الذين يكون على حافة الفقر من فوق، بينما النسبة لا تتجاوز 11% من العائلات الفقيرة العربية. فحينما نتحدث عن الفقر حالا، نحن نتوجه إلى فلسطيني 48 بصفتهم هم العنوان المؤلم للفقر. نعم. الحكومة التي تبحث تدعي أنها تبحث عن صحة الجمهور، عليها الفحص في الجوانب الأخرى لإجراءاتها مثل فرض الضرائب. يعني هي تقول أنها تريد محاربة الأضرار المناخية والصحية. نعم. من خلال. نعم. هذا المشروع. أنا سأعطي مثالا. حينما يتحدثون عن أنهم يعني يريدون أن يحاربوا مثل هذه المواد المضرة، عليهم أن يشجعوا المواد الصحية من الجوانب الغذائية الصحية، لنقل الفواكه. ونحن فلسطين هي أرض خصبة، أرض معطاءة بالثمار وإلى آخره. في حسابات أجريتها بناء على تقارير مكتب الإحصاء المركزي في السنوات العشر الأخيرة، يتبين أن أسعار الخضروات والفواكه ارتفعت خلال 10 سنوات الأخيرة بنسبة دقيقة تتجاوز 105%، 105%. في المقابل معدل الرواتب ارتفع بنسبة 37%، ورواتب الحد الأدنى من الأجر التي هي رواتب الفقراء ارتفعت في ذات الفترة بنسبة 28%. هذا يسري أيضا على جوانب، على مواد غذائية أساسية ارتفعت لربما ليس 100%، ربما 30 و35%. وهذا عمليا كله يقع على جانب، على عاتق
الفقراء. ما أريد أن أقوله أن هذه الضريبة التي قد تصل في بعض الأحيان أكثر من 34%، ربما 40%، لن تؤثر على الشرائح الميسورة والشرائح الوسطى العليا التي هي بغالبيتها الساحقة جدا 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 من اليهود. بل من سيدفع الثمن هو الفقير، إما بأن يحرم نفسه أو أن يزيد العبء المالي. نعم. يعني أنت بتقديرك مع هذه المعطيات، أين تتجه إسرائيل اقتصاديا؟ نحو تعميق الفجوات أكثر بين العرب واليهود؟ وكيف قد يؤثر هذا مستقبلا على المجتمع العربي؟ طبعا يعني أصلا يعني حتى استنادا للتقارير الإسرائيلية الرسمية طيلة الوقت، الفجوات ثابتة بين العرب من جهة واليهود من جهة، في حين أن الفجوات بين الشرائح اليهودية يجري سدها. بمعنى أنه في الماضي كنا نرى فجوة جدية بين اليهود الشرقيين واليهود الأشكناز الغربيين، الآن تقلصت على مدى السنين بشكل كبير. كانوا يقولون لنا أن سبب الفقر عند العرب هو كثرة الأولاد. في خلال 35 سنة الأخيرة انخفض معدل الولادات عند العرب بنسبة 40%، بينما ارتفعت معدلات الولادات لدى الحريديم. لدى الحريديم اتجاه الفقر هو في هبوط، وعند العرب في أحسن أحواله، في حالة استقرار، واستقرار مؤلم وشرس. نحن نتحدث عن 45 و46 و47% على مستوى الأفراد، وحوالي 58% على مستوى الأولاد. بمعنى أن كل الذرائع التي يتذرعون بها من أجل التستر على التمييز العنصري الذي هو السبب الأساسي لهذا الوضع الاقتصادي الاجتماعي للعرب زالت، ولكن الأوضاع لم تتغير. نحن محرومون من فرص عمل متساوية، الفجوات في معدلات الرواتب رهيبة جدا. العربي، معدل الرواتب عند العرب يصل إلى نصف معدل الرواتب عند اليهود الأشكناز الغربيين. بمعنى أنه طبيب عربي في مدينة الناصر يعمل بنفس عدد ساعات طبيب يهودي في مدينة تل أبيب، ستجد فجوة تقريبا 30% في معدلات الرواتب. وهذا أيضا بناء على تقارير رسمية. أكثر من هذا، ما تزال الأبواب، أبواب الصناعات العصرية أمام العرب مغلقة مغلقة. فقط 4% أو أقل، آسف، 3% من العرب يعملون، أو لأكون دقيق أكثر، نسبة العرب في قطاع التقنية العالية لا تتجاوز 3%، بينما نسبتهم من القوة العاملة بشكل عام في إسرائيل هي 16%. انظروا الفجوة. يعني هذا أيضا يعني يمحي عمليا الطبقة الوسطى العربية التي حاولنا أو يعني بنيت في أواخر الثمانينات، الآن وكأنها تغيب. وعندما تغيب الطبقة الوسطى في المجتمع يعني هي مشكلة. طبعا هناك في حالة تقاطب، هناك مناطق على مستوى جغرافي، مثلا حينما نتحدث عن الأوضاع في النقب، أسباب الفقر إذا كانوا يتحدثون عن معدل الولادات، فقط قبل 3 أو 4 أيام صدر تقرير يتحدث عن رسمي عن مكتب الإحصاء المركزي، يتحدث عن تراجع كبير جدا في معدلات الولادة في النقب، ولكن الفقر هناك ما زال مدقع. عدد كبير من القرى محرومة الاعتراف، محرومة من البنى التحتية، محرومة من المؤسسات التعليمية والصحية. الفقر عمليا عند العرب مفروض عليهم فرض بناء على السياسات العنصرية. إسرائيل تثرثر الحكومات الإسرائيلية تثرثر خاصة في العقود الثلاثة الأخيرة عن العمل وضرورة العمل لسد الفجوات، و كل مرة يعني يأتي رئيس حكومة ويطلق خطابات، ومنها خطابات وقحة بأننا سنشجع العرب على الخروج إلى العمل. اسمحي لي فقط في هذه العبارة. نعم، في دقيقة لو سمحت. ذات يوم وقف
رئيس الحكومة السابق على المنصة منصة الكنيسة، وقال إن سبب عدم انخراط النساء العربيات في سوق العمل هو التقاليد العربية. في ذات الفترة كان 35% من الأكاديميات العربيات، انتبهوا، يعني أب يرسل ابنته إلى الجامعة تقيم هناك وتبيت هناك وتتقدم في العمل، فيش عندهن. بيطلع بالآخر إنه هن بيشتغلوش بسبب التقاليد. طب ما هي راحت على الجامعة وتعلمت. هذه نظرة صهيونية استعلائية عنصرية. نعم. شرسة تجرم الضحية بمأساتها وتنسحب على كل شيء كما ذكرت. شكرا لك أستاذ برهوم جرايسي، باحث ومحلل سياسي، شكرا لك.